تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. حكومة الإقليم تقرر استلام محصول الحنطة خارج الحصة المقررة من الحكومة الاتحادية وبسعر 850 ألف دينار. جامعة السليمانية تنضم لمؤسسة تايمز للتعليم العالمي. أربيل تباشر بإصدار جوازات السفر الإلكترونية. بوتين يؤكد أن الهجوم الأوكراني المضاد ليس ناجحاً، وكييف تؤكد أنها تحرز تقدماً قرب مدينة بخموت. وادي الموت في كاليفورنيا يسجل درجة حرارة قياسية بلغت 54 مئوية، ومياه الفيضانات تغمر المناطق المنخفضة في قلب نيودلهي.